بص بقى كده، انا دخلت لقيته ما شاء الله يعني مجهز لي الفطار ده، وقاعد مستنينا عبال ما نيجي عشان نفطر معاه. يعني بص بصراحة حاجة جميلة جدا، الواحد يرجع من الشغل تعبان بدل ما يشيل هم بقى ان هو يجهز فطار بقى والجو ده، لا يلاقي اللي مجهز له الفطار. ربنا يخليه طبعا لينا وما يحرمناش منه ويجهز لنا فطار كل يوم يا رب. بص بقى مجهز لي ايه، ده عامل لي فول وبيض وجايب مخلل وجبنة قديمة بطماطم، وايه ده دي، وبطاطس مهروسة عاملها بطاطس سلطة، وايه تاني، وسلطة. بيقول لي وسلطة. بص هو عيش بقى جايب لي، العيش ده مش بتاع الفرن بتاعنا، ده عيش هو شاريه كمان. يعني شفته بقى مجهز مكلف نفسه ازاي عشان يعمل لنا فطار. ربنا يخليه يا رب لينا وما يحرمناش منه ابدا. طبعا انا شربته امبارح على جوزي، عمل لي صحاني في نص الليل وكده. النهارده بقى هو حب يصالحني عشان انا كنت زعلانه منه بصراحه، ان هو صحاني بالليل عشان اعمل له الكيك بتاعه كده. النهارده بقى هو صالحني ان انا جاي من الشغل لقيته هو مجهز لي الفطار. زي طبعا ما قلت لكم، قولوا كومنتاتكم عليه، اشكروه بقى يا بنات. انا طبعا بشكره جدا، يعني كتر خيره والله، وربنا يخليه لنا يا رب اللي هو عمله لنا، ويا رب يستمر كده على طول وكل يوم نلاقيه مجهز لنا الفطار. اه طبعا انا طماعه. ما تنسوش بقى يا بنات الاشتراك في القناه واللايك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا انا بقول لكل الازواج يا ريت يبقوا زيه، بس ما يصحكوش في نص الليل، يبقوا زيه ويجهزوا لكم فطار كل يوم، ويا رب هو كمان كل يوم الاقيه مجهز لي الفطار. وبقولوا بقى يا بنات كومنتاتكم فيه، ماشي؟ امدحوه بقى المره دي، احنا المره اللي فاتت كنا طبعا كان بالذم، المره دي بقى بالمدح. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.